كان لازم خليها تطلع من البيت، كان لازم امنعها بالقوة، يعني ضروري خليها الصمام ينفجر. لا لازم ينفجر لحتى تحس بقيمتي، لحتى تحس بكياني. تعرف مين انا؟ بتقوم تعملها عن جد، تعملها عن جد. لا ما بتعملها، بتعملها. شو عم تحكي انت؟ لا ما بتعملها، بتعمل. لا ما بتعملها. لا رجعت. اهلين استاذ معي. تفضل شرف. اهلا وسهلا. تفضل شرف. اهلا وسهلا. تفضل شرف. تفضل شرف. تفضل. الحمد لله. الحمد لله. أهلا وسهلا. الحمد لله. أهلا وسهلا. كيف فيك؟ خير خير. شو في؟ الحقيقة أخي جميل أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. قتلت معملتك ما؟ يا ريت كنت أنا. فهمت عليك. أخي جميل الحقيقة أنا خجلان منك كتير، يعني بصراحة أنا ما طلعت قد الأمانة. أنا كنت مفكر إنه الأسرار بين المرأة وجوزها ما بتطلع لبرا، بس مو تاري لك هالنسوان ما عندهم أسرار بنوب. مها حكيت لها لهناء عن قصتك أنت ورفيقتك يعني، بس أنا صدقني صدقني ما رح فوت لي إياها لمها بنوب، حسابها عندي بعدين. بس المهم هلا أخي جميل مرتك عنا. عم تحكي جد؟ مثل ما عم قل لك مرتك عنا. يعني بطلت تسافر لعند أهلها؟ هي كانت ناوية تسافر بكرة، بس نحن ما رح نخليها، وإن شاء الله ما بتضطر تترك بيتها وتسافر. قنعتوها ترجع؟ لا أنت لازم تقنعها. شلون بدي أقنعها؟ يعني هيك كلمتين حلوين منك واعتذار بسيط وبتنحل الأمور وبترجع المي لمجاري. أسألني أنا. دك يعني أنا روح لعندها واعتذر لها؟ وهلأ ما لازم أبدا تخلي مرتك تبات برات بيتها. أسألني أنا. عدم المؤاخذة أستاذ نعيم، يعني بالنسبة لزوجتي هذا البيت بيتها، حبلا ترجع أهلا وسهلا فيها، ما حبلا تصطفل. أما أني أنا روح اعتذر منها فهذا من سابع المستحيلات. لا جميل، قصدي لا أستاذ جميل، الموضوع ما هو موضوع حبلا ولا ما حبلا، يعني لا تواخذني المرأة وجوزها، بصير في بيناتهم خلافات وبيعتذروا من بعض وبيحلوها والحياة بتمشي. بعدين هالمرة أنت الغلطان، لذلك هلأ بتروح معي بتطيب خاطرة بكلمتين طيبين، منسهر مع بعضنا سهرة حلوة وبتجيبها وبتجي. ماشي؟ لا تيبس راس، إذا مو مشانك أنت مشان الأولاد حرام، شو ذنبهم؟ يعني هو بصراحة مشان الأولاد أنا مستعد روح، بس لا بس بس يلا مشي معي فورا. اسمع لقلك برقدم ما رضيت ترجع معي. يا أخي أنا ومها من صالحكم ومنقنعها ترجع، مشي معي. فرضا فرضا ما رضيت ترجع، شو بساوي أنا؟ ساعتها بتكون عملت لي عليك والباقي على ربك. شرف امشي معي. عن اذنك. اكيد هي. ها الو. اهلين وسيم. لا اطمن انفجر الصمام. ها وين تهنيني؟ تعا عزيني لانه انفجر البيت كله مو بس الصمام. بكره بحكي لها. هلا بكره بحكي لها، عندي شغل. الله معك، مع السلامه. أنو صمام انفجر؟ على صمام عنا بالمديرية. تفضل.